السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض شوكولات كيك او الجاتو شاتو. دي طبعا لعشاق الشوكولاتة. يا رب وصفتنا تعجبكم النهاردة. واذا اول مرة تشوفي الفيديو ما تنسيش تعملي لايك تحت الفيديو وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ويلا نبدأ ونشوف هنعملها ازاي مع بعض، ونسمي الله ونقول بسم الله. المكونات هتظهر معانا على الشاشة. أنا معايا 3 بيضات، معايا 3 معالق كبار من الكاكاو الخام الأسباني، طبعا أفضل نوع دلوقتي اللي هو الأسباني، معايا كوباية من السكر، كوباية لبن، كوباية زيت وفانيليا، ومعايا 2 كوباية دقيق، تمام، بنفس معيار كوباية السكر، هو نفس كوباية الدقيق اللي أنا هستخدمها. وحطيت عليها باكو بيكنج باودر أو كيك شيف اللي عندك، يا بيكنج باودر يا كيك شيف. انا دلوقتي هجيب الخلاط بتاعي وهعمل اول حاجه صوص الشوكولاته اللي انا هحطه من فوق على الجاتو شاتو، تمام. انا عشان اوفر معاكي في الوقت انا عملت صوص الشوكولاته، تمام، وهسيب لك اللينك تحت الفيديو عشان تعرفي انا عملته ازاي. هجيب بوله دلوقتي وهفضي الصوص فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. بصي شكله عامل ازاي، ما شاء الله، وقوامه تحفه جدا، جميل جدا ما شاء الله. انا هحطه دلوقتي في البولة بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. وهحط الصوص في التلاجة خلاص عشان يتماسك معايا شوية. هحطه كده. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو تمام كده اهو. طيب هعمل الخليط بتاع الكيكة. انا هسيب بقى الصوص دلوقتي، تمام، وهعمل الخليط بتاع الكيكة بتاعتي في نفس الخلاط اللي انا عاملة فيه صوص الشوكولاتة، مش هغسل الخلاط، هسيبه زي ما هو، تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو هبتدي ان انا احط المكونات بتاعتي، 3 بيضات بتوعي. بسم الله، اهو مع كوباية السكر وكوباية اللبن، كوباية اللبن اهي، بسم الله، كوباية السكر اهو، وهحط معاهم كوباية الزيت، وهحط الفانيليا كمان عليهم، تمام. وممكن تحطي معلقة خل صغيرة برضو، بتشيل اي زفارة من البيض، معلقة الخل دي بتشيل الزفارة برضو، وتحطي ذرة ملح، وهنضربهم كلهم كده في الخلاط. طبعا انا قلت لك ما تغسليش الخلاط، هنخليها بصوص الشوكولاته، تمام، عشان كده كده احنا محتاجينها كلها شوكولاته في شوكولاته، مفيش دايت يعني. انا بعتذر يا جماعه عن الصوت لان انا داخل عليا دور برد، معلش. خلاص كده احنا عملنا الخليط اهو في الخلاط. هبتدي ان انا اجيب بوله كبيره شويه عشان احط فيها الدقيق بتاعي ده. انا قلت لك طبعا انا نخلت الدقيق، تمام، بتنخلي الدقيق مرتين، انا عايزه كوبايتين بس، تمام. ادي البوله اهي عشان تبقى كبيره شويه عشان اعرف اقلب فيها، وهحط فيها الدقيق بتاعي، وهحط فيها الكاكاو الخام كمان. بسم الله، تمام. الكاكاو برضو تنخليه، لان لو انت لاحظتي الكاكاو الخام دوت بيبقى برضو فيه تكتلات شويه، فانا بنخله، انا بنخل كل حاجه، بنخل كمان البيكنج باودر، تمام. يبقى هتنخلي الدقيق والبيكنج باودر والكاكاو علشان ما يعملكيش اي تكتلات كده. وابتدي ان انا احط الخليط بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم، بالشكل ده كده، وابتدي ان انا اقلب بالراحه. بسم الله، ثانيه واحده كده، ايوه بسم الله الرحمن الرحيم، هقلب بالراحه كده، تمام، علشان الدقيق ايه يتجانس مع الخليط بتاعي. بسم الله، وتحاولي ان انت تقلبي في اتجاه واحد، يعني مش تقلبي ناحية اليمين وبعدين ترجعي شمال، لا، خليكي في نفس الاتجاه اللي انت بتقلبي فيه، بيكون افضل للكيكة، تمام. انا كده بس بلم الدقيق كده، تحاولي تلمي الدقيق من على الجناب والاطراف، تمام، بالشكل ده كده. وبعدين انا مش عايزة الكيكة يكون قوامها تقيل، لا، انا عايزاه يبقى خفيف شوية، مش عايزاه تقيل ومتماسك، لا، انا عايزاه خفيف كده شويه، تمام. بصي كده اهو، نلم كل الدقيق اللي على الجوانب
ونقلبه كده كويس ونجيب من تحت، لان ساعات بيبقى فيه دقيق كده في تحت الطبق بتاعنا او البولة بتاعتنا، ونقلب كده كويس. بصي كده القوام، بصي ما شاء الله، انا مش عايزة القوام يبقى تخين، انا عايزاه كده سايل شوية. هجيب بقى البايركس بتاعي او الصينية او الحاجة اللي انت هتعملي فيها، وحطيت عليها مادة دهنية. طبعا بنستخدم زيت بدون ريحة، خلي بالك لو انت استخدمتي زيت وليه ريحة هتطلع طعم الكيكة مش حلو نهائي. هنحطها بقى في البايركس بتاعنا كده، بسم الله. تمام، بيكون الفرن بتاعك مسخناه، على حسب بقى الفرن بتاعك. انا الفرن بتاعي بفتحه ما شاء الله بيسخن على طول. انت عايزة تسخني سخنيه بقى، انا هحطها في الفرن على الرف الوسطاني على طول. بصي ما شاء الله حلوة جدا اهي. بعد طبعا ما طلعتها ده بيبقى شكلها، انا حطيتها على الرف الوسطاني، ده شكلها بعد ما طلعت من الفرن. بصي ما شاء الله جميلة جدا. طبعا بتختبريها بسكينة او بخلة عشان تعرفي ان هي استوت. تمام، انا هبتدي ان انا اقطعها بالشكل ده علشان تبرد معايا، انا مش عايزاها سخنة، انا عايزاها تبرد، فانا هقطعها كده بالشكل ده. عايزة تقطعيها باي شكل فانتي حرة، عادي مفيش اي مشكلة. انا قطعتها بالشكل ده كده تمام، وهبتدي ان انا اعمل فيها فتحات. ازاي؟ اخرام كده صغيرة كده، ممكن تعمليها بالخلة او بالشوكة بالسكينة باي حاجة معاكي، اي حاجة قريبة معاكي. هعمل فيها شوية فتحات كده علشان عايزة احط عليها اللبن، وطبعا انا مش هحط عليها اللبن وهي سخنة، لا انا هستناها تبرد شوية تهدى تبقى دافية، لانك لو حطيتي كوباية اللبن عليها وهي سخنة هتعجن معاكي وهتبقى مش حلوة خالص. فانا حطيت كوباية اللبن، كوباية اللبن مش كبيرة، هي كوباية لبن صغيرة تمام الحجم ده كده اهو تمام، وهسيبها لحد ما تشرب. وهبتدي ان انا اجيب صوص الشوكولاتة بتاعي اللي انا عملته اهو، بصي ما شاء الله جميل جدا، وهحطه عليها كده من فوق بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو بالشكل ده. وهبتدي ان انا ايه اسويها باي شكل بقى انت عايزاه، التزيين بقى من فوق زي ما انت عايزة، زي ما انت عايزة خالص تقدري تزينيها. انا كان عندي شوكولات شيبس تمام، كان عندي دارك ووايت، ابيض ولونه غامق كده شوية خلاص. فهبتدي ان انا بعد ما اساوي الصينية بتاعتي بالشكل ده هبتدي ان انا احط عليها الشوكولات شيبس بتاعي، وهبتدي ان انا اجيب الشوكولات شيبس بتاعي زي ما احنا شايفين كده، وهبتدي ان انا ازين الوش بتاعها باي شكل بقى عندك انت تقدري تزينيها باي حاجة. انت ممكن تجيبي الشوكولاتة خام الكبيرة وتبشريها كده وتحطي البشر عليها من فوق على الوش كده اهو تمام، يا اما الشوكولات شيبس زي ما انا عملت كده وايت او دارك تمام. وكان عندي كريز مجفف فحطيته برضو على الوش كده لون احمر، بيدي لون حلو قوي، الالوان دي بتدي شكل حلو قوي جدا. ممكن لو انت عندك فراولة ممكن تحطي برضو، هتدي شكل جميل جدا برضو تمام. بصي بالشكل ده كده اهو، انا حسيت ان هي محتاجة شوكولات شيبس تاني فهحط لها شوية كمان. عايزة اقولك ان طعمها جميل جدا جدا، واللي اكل منها بجد عجبته قوي، لا وتحفة وما بتاخدش وقت، بتخلص معاكي بسرعة جدا. بصي كده ما شاء الله شكلها بقى جميل جدا لما حطينا الشوكولات شيبس عليها، والوايت كمان ادالها منظر حلو شوية. هنبتدي بقى دلوقتي ان احنا نحطها في طبق التقديم بتاعنا، اكيد مش هنطلعها كده يعني. بصي بقى شكلها كده تمام، جميلة جدا. هنحط طبعا عليها صوص الشوكولاتة اللي احنا كنا عاملينه مع بعض اهو، بسم الله. غرقيها بقى صوص شوكولاتة، غرقيها، جميلة جدا كده، بصي تحفة حلوة قوي. وبصي لو لاحظتي ان الشوكولات شيبس ساح شوية كده عليها تمام، عايزة اقولك كان طعمها تحفة وجميلة جدا. يا رب وصفتنا تعجبكم النهاردة، واذا اول مرة تشوفي الفيديو ما تنسيش تعملي لايك تحت الفيديو وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبألف هنا وشفا عليكم يا رب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصي شكلها جميل ازاي، تحفة حلوة جدا، وكان طعمها روعة. بصي مع صوص الشوكولاتة حلوة قوي. بألف هنا وشفا عليكم يا رب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.